السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد عبد العزيز، مدير عام شركة سمارت سيستمز. شركتنا شركة متخصصة في تجهيز المعامل الهندسية الخاصة بقطاع التعليم الهندسي وقطاع التعليم الفني. من منطلق واجبنا الوطني في ظل الظروف الراهنة بخصوص فيروس كورونا، الشركة قررت انها تساعد ولو بجزء بسيط جدا، وهو ان احنا هنقوم بتصوير التجارب العملية على المعامل الموجودة المتاحة في الشركة عندنا، ونعمل كل التمارين العملية على الإكويبمنت الموجودة في المعامل الخاصة بسمارت سيستمز أكاديمي. خلونا نعمل لكم جولة سريعة في معامل شركة سمارت سيستمز المتوفرة موجودة في الشركة في سمارت سيستمز أكاديمي. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم المهندس علاء طلبة. معاكم المهندس أحمد طه. معاكم المهندس محمد أسامة. أنا المهندس مصطفى محمد. معاكم المهندس أحمد خالد. أنا المهندس حسام محمد. السلام عليكم. معاكم المهندس مصطفى أمين. السلام عليكم. أنا مهندس حسين فتحي. النهاردة هنتكلم عن الباسبور سيستم. إن شاء الله هشرح لكم السنسورز. النهاردة هكون معاكم في جهاز البيلتون تر. وهقدم لحضراتكم الهيدروليك سيستم ترينر. هنشرح النهاردة البي في ليكس سولر. دلوقتي هنقوم بشرح الاندستريال ميكاترونيك سيستم. النهاردة هنتكلم عن الكتر ماشين اند درايف. النهاردة هنتكلم عن الامبيدد سيستمز، وتحديدا الديفلوبينج كيتس اللي بتتقدم من خلال شركة ميكرو اي. السيستم اللي هنقدمه لحضراتكم النهارده هو سيستم الهيدروليك. زي ما حضراتكم عارفين ان اي سيستم هيدروليك بيتكون من 5 عناصر اساسيه. ممكن يكون بيتكون من عناصر ثانيه كتير، لكن لن يخلو من ال5 عناصر الاساسيه دول. دلوقتي نبدا نعمل تجربه نشوف من خلالها تاثير السيريز كونكشن والبارل كونكشن لمجموعه من السولار سيلز، وهنعرف ايه هي اساسا فكره السولار سيل. دلوقتي هنبدا نقوم بعمل تجربه الانرجي فلو ان سيريز هايبرد. فاول حاجه في الموجوده في اللاب سوفت هو ان اجيب الماسك بتاع السيريز هايبريد واركبه على الماسك الاساسي. دلوقتي هنتكلم تفصيليا عن كل وحده من الوحدات المستخدمه في السيستم. انفرتر بنستخدمها اندستريال ثرو فيز انفرتر، معانا باور كواليتي ميتر. هكون معاكم النهارده في جهاز الريفريجريشن اند الاير كونديشن. اول مرحله بنقي الهواء من الشوايب عشان ما يسببش انسداد لاي جزء. فلو جيت اشوف دلوقتي قيم الفولت والتيار هلاقي ان قيمه الفولت بتاعتي الاوت بوت 2 فولت تقريبا. المعامل اللي حضراتكم شفتوها دي كلها بالكامل متاحة لجميع أعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة. يقدروا يجوا الشركة يشرفونا، يقدروا يشتغلوا على الإكسبيرمنتس، يقدروا يعملوا تجارب، يقدروا يصوروا فيديوهات وينزلوها للطلبة عندهم. ودي خدمة مجانية إحنا بنقدمها فور فري لكل أساتذة كلية الهندسة في التخصصات المختلفة على حسب طبيعة الأجهزة اللي موجودة متاحة عندنا. وطبعا إحنا الأجهزة دي بتتغير من وقت للتاني، ممكن بنجددها ونبدأ نجيب أنواع مختلفة منها. نتمنى إن شاء الله العمل ده ينال رضاكم وإعجابكم، ونشكركم شكرا جزيلا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.